هاد الليلة هادي دوزناها اليوم هنا في هاد المنطقة بلا شك ديال المضيق، وهي كنتمنوا إن شاء الله أنه تولي عندها واحد العطف على المسرحيين وبداو يحضروا بكثافة، لأنه على ما سمعت على أنه الناس ديال هنا يمكن باقي ما تيجيو شي بحال هاد الحفلات. وتنتمنى ان شاء الله مستقبلا نعاود نديرو الزياره ويكون واحد الحجم ديال الجمهور من الشباب ومن الناس ومن الساكنه ديال هذه المنطقه، كيف تندعي انه الناس اللي مثلا تيشتغلوا في الثقافه يحاولوا يديروا واحد الاشعاع بالنسبه للفن، اشعاع فني بجميع الاجناس الفنيه. وشكرا. مسرحية سيدي قدور العالمي هي لها أبعاد رسائلية. الرسالة الأولى هي مسألة دار مشات لواحد السيد، كيف تيمكن لشي واحد تمشي له أرضه وكيفاش تيمكن يسترجعها، والحق يعلى ولا يعلى عليه. والمسرحية عندنا حنايا بالنسبة لنا سيدي قدور العالمي واحد الشاعر كبير في الملحون، وهو العميد ديال الفترة اللي كانت في الذهبية ديال فاس وديال مكناس، وكذلك هاد القصة اللي دار ديال دارو مشات ليه دارو، هانتوما بلا شك غادي تكونوا شاهدتوا على انه الحق عاود رجع لمولاه. وهذه شكرا جزيلا. الله يوفقك.